تقريبا توصيف اللي احمد بيقوله يعني هو او حلها. طبعا طبعا فكر، شغل مخك، شغل مخك دي بقى يعني للكبار مفهومة، للأجيال اللي جاية لازم نلحقها. ففي حاجة كده بيعلموها للأطفال يعني اسمها العقل النقدي، يعني انه دماغك تبقى بتنقد او ما بتصدقش الى ان يثبت العكس، مش اصدق حتى لو ثبت العكس. اللي بيحصل ده اللي انا بصدق اللي على هوايا حتى لو مين حلف لي، حتى لو اتأكدت بكل المصادر، ده يعني المعارض الموتور او الغضبان بشكل. انا مش بقول معارض عشان السياسة، عموما في شخصيات كده طول الوقت معترضة ومعترضة وعندها دايما منك موقف هو في الاصل موقف عاطفي، انا كارهك وخلاص. فانا كارهك وخلاص دي بتودينا في الحتة دي، انه كل ما اشوف حاجة على هوايا فاشارك في نشرها.